انا هروح بدايه كده من نقطه ان احنا دلوقتي في ماتش العوده، واكيد الترجي هيكون عايز يجي يكسب، عايز تمام. يجي يعوض، عايز يجي ينتقم اذا صح التعبير. فاختلف الاراء هنا حول فكره ان لا، المباراه اللي جايه دي اسهل بكتير من اللي راحت والفوز اكيد، وناس تقول لك لا بالعكس الترجي جاي واكيد هدفه على المكسب وبس، فهيبذل ما يستطيع من جهد وتركيز وتحضير علشان يكسب، وبالتالي هتكون مباراه اعتقد اصعب. وجهه نظر حضرتك ايه؟ قبل ما هتكلم عن المباراه اللي جايه لازم بس اتكلم كلمتين على المباراه اللي فاتت. تمام. انا في رايي ان المباراه اللي فاتت دي كانت مباراه تدرس في كل شيء، كيفيه التعامل مع مباريات الذهاب على ارض المنافس لاسباب كتيره جدا جدا. بدايه طبعا من وجود مجلس الاداره، اعتقد غالبيه مجلس الاداره كانوا على راسهم طبعا الكابتن خطيب صحيح. على راس البعثه، ودي طبعا قلنا قبل كده انها بتدي رسائل وحافز كبير للعيبه طبعا. نيجي بقى الموسيماني وسيد عبد الحفيظ. اول حاجه واضح قوي انهم عملوا اعداد نفسي قوي جدا للفريق. موسيماني برع في التشكيل والطريقه وتوظيف اللعيبه والمهام الخاصه لكل لعيب. بصراحه كنت قاعده يعني ايه تفتخري انك تنتمي للنادي الاهلي، حاسه ان فرقه تقيله بتلعب. اهم حاجه ان شخصيه النادي الاهلي كمان ظهرت صحيح في المباراه دي. انت عاده حاسه بفخر لما بتتفرجي على، هي المساله مش مكسب، انا لا يعنيني موضوع المكسب، كان ممكن النادي الاهلي يتعادل كنا هنقول نفس الكلام. المباراه تسايدها النادي الاهلي، فرض شخصيته على الخصم في ارضه صحيح. برغم طبعا الاحداث اللي كانت حاصله قبل المباراه مش عايزين نتكلم فيها يعني، انما دي تحسش كريم انها اثرت على فريق النادي الاهلي، بل بالعكس ده ولا كان في حاجه، في تركيز، في فصل تماما للاحداث، كان مشهد محترف. النادي الاهلي رجع للكوره الحلوه بتاعته اللي هي بتبدا من حارس المرمى الشناوي مرورا بقى بالديفنس لغايه قدام، بناء هجمات، تقل، استحواذ صحيح، سيطره، خطوره. كمان التغييرات اللي اتعملت الشوط الثاني كانت تغييرات يعني انا بعتبر الماتش ده ايديال بالنسبه لمصر. بس حضرتك بتقوله برضو فكره ان انت تسيطر على مجريات الامور في ملعب المنافس في مباراه الذهاب، طبعا ده شيء في منتهى الاهميه بطبيعه الحال، ولكن برضو مش بالضروره ان هو يمنع ريمونتادة المنافس طبعا. يعني زي ما حصل مثلا ما بين الترجي وبوزداد الجزائري طبعا، حول خسارته في مباراه الذهاب الى مكسب في مباراه الاياب. انا عايز اقول لك كريم يعني قبل ما اتكلم على المباراه طبعا اللي جايه، يعني انا عشان كان ليا تجربه احتراف في تونس وعشت في تونس وعارف قيمه الترجي يعني اكبر شعبيه في تونس زي النادي الاهلي طبعا هنا، صاحب برضو خبرات وبطولات ولاعيبه على مستوى عالي ومدرب معاهم بقاله فتره في ناحيه استقرار شويه في ناحيه المدير الفني مع الترجي. انما ده كله يعني ايه ما اثرش على فريق النادي الاهلي، وقلنا ان هو ادى مباراه قويه صحيح. المباراه بقى اللي جايه ان شاء الله يوم السبت مباراه صعبه جدا جدا، اصعب من اللي فاتت طبعا مليون في الميه لاسباب كتيره. اول حاجه فريق جاي يعني مش خسران حاجه طبعا، جاي مغلوب 1-0 على ارضه، المفترض الطبيعي ان النادي الاهلي يكسب بقى يعني على ارضه. فاعتقد ان الترجي هيلعب بكل قوته وهيهاجم وهيحاول كمان يعني يعوض الخساره لانه اتجرح قدام جمهوره في ملعبه صحيح. فمش يعني وبعدين السكور 1-0 ده حاجه قريبه، انت لا قدر الله غلطه في اول الماتش ولا حاجه تبقى رجعنا تاني للصفر صحيح. فالمباراه قويه جدا جدا. على العكس بقى النادي الاهلي احساس برضو اللعيبه، انت عارف لما بتبقى كسبان بره ارضك وراجع انت غصب عنك مهما قعدت اتكلم معاك واقول لك انسى الماتش اللي فات وانسى، انت احساسك أيوة. ان انت ليدنج 1-0 هناك على ارض المنافس يعني جون بجونين، فعندك اريحيه شويه. الصعوبه تكمن من هنا ان انت اللعيبه لازم تنسى تماما اللي حصل وتبدا كانه لسه الشوط الاولاني، وتحط في دماغها المكسب. ما ينفعش في اي وقت من الاوقات تبقى انت مريح واقول لك ما انا لو تعادلت ابقى كده، لا لازم اكسب. اللي بيلعب على التعادل بيخسر، فلازم العب كويس جدا جدا من هنا من اول دقيقه. انسى القصه، الكره علمتنا كتير قوي ان 1-0 ده يعني حاجه قريبه، انت ما بتتكلمش على 3-0 هناك صحيح. فجاي هنا مريح طبعا. لا
المباراة هناك يعني كانت برضو صعبة. يعني في بعض الناس تقول لك ايه اصل الترجي وحشين، لا النادي الاهلي كويس، النادي الاهلي فرض الشخصية ووصل الترجي ان هو يبقى بالمستوى اللي احنا شفناه. ممكن الوضع يتغير هنا زي ما قلت لك، يبقى في اريحية، لان اعتقد ان من الاسباب برضو اللي خلت الترجي بهذا الشكل الضغط العصبي على اللعيبه قبل بدايه المباراه. يعني هو ما اثرش على لعيبه النادي الاهلي، هو اثر على لعيبه الترجي. الضغط الجماهيري واللي حصل قبل الماتش خلاهم نازلين يعني قلقانين، وبيلعبوا برضو النادي الاهلي والتاريخ في صالح النادي الاهلي في المباراة. موسيماني، لان موسيماني واجه الفتره الاخيره بعض الانتقادات والاداء والقصه واثر يعني هو مش مدرب قالوا مدرب محظوظ ومدرب كذا. المحطه دي بالتحديد محطه فارقه بالنسبه له، رجع الثقه الكبيره في موسيماني من ناحيه الجمهور، تاكيد على راي مجلس اداره النادي الاهلي قبل كده لما انتدب مدرب افريقيا، ودي كانت سبق يعني النادي الاهلي عمله. يمكن كان في قبلها تجربه لإيمانويل في المقصة ما كملتش، كون النادي الأهلي يجيب مدرب أفريقي كان فيه انتقادات كثيرة في البداية، إنما ده كان قرار صائب بتأكده الوقت وبتأكده النتائج. إن شاء الله بإذن الله يا رب تكمل على خير بقى المباراة اللي جاية. يا مسهل.